كلها مبروك. الحفله الدوره 18 كل دوره بتبقى مميزه، عايزين نعرف ايه الاختلاف السنه دي عن السنوات اللي فاتت. هو طبعا الاختلاف الظروف اللي هي بتحتم اننا كلنا نبقى برضو ما نهملش يعني الادب والكتاب وكل المواضيع الثقافيه، لان هي دي اكتر حاجه دايما بتتاثر اما يبقى في ازمه. فانا شايف ان دي مناسبه كويسه ان الناس تبقى حاسه برضو ان مفيش تضحيه بالنواحي الثقافيه في مصر حتى رغم الظروف. يعني بنفرح اول لما بنلاقي رجل اعمال مهتم بالفن ومهتم بالادب ومهتم بالحاجات دي كلها. ايه سر حبك للفنانين والادب؟ بتعملين مهرجان الجونه وبتعملين حاجات كتير. البني ادم لما يكون ربنا اداله يعني لازم يرجع، ده انا بحس ان ده واجب. وبعدين مش ممكن الدوله هتعمل كل حاجه، المفروض ان اللي يقدر يساعد يساعد يعني، فده يعني كان تطور طبيعي يعني. انما احنا طبعا بطبيعتنا احنا من ايام المدرسه الالماني والجامعه في المانيا والعيشه في اوروبا، الواحد برضو بياخد شويه انطباعات من هناك ويحاول ينقلها هنا. يعني هم الثقافه والموسيقى والحاجات دي عندهم زي الاكل والشرب عندنا، فالواحد لما رجع بيقول اشمعنى احنا يعني. ايه اللي حضرتك كنت حريص ان يكون موجود السعادي في الدوله والسنه الجايه محتاجين تضيفوا ايه، او شايف ان انتوا شوف انا في الموضوع دوت بحب ابقى دايما خارج المنظومه. ليه؟ لان دي الموضوع ده عمل جماعي، وفي لجنه التحكيم وفي المجلس بتاع الجائزه نفسه، وهم اللي المفروض بيدرسوا ويقترحوا الاقتراحات. انا ما احبش الشغل بتاع ان انا يعني بدام انا اللي بدي الجائزه يبقى انا اللي اقرر وانا اللي احدد. فانا مش عارف حتى هم السنه دي هيقترحوا ايه بالنسبه للسنه الجايه، ومش دوري ان انا داخل في الموضوع ده يعني. استاذ سميح، زعلت المصريين كلهم بالغاء مهرجان الجونه الدوره اللي فاتت، ليه لغينا مهرجان الجونه؟ كانت الظروف مش مواتيه، وبعدين الواحد لما يبقى مش حاسس ان الظروف كويسه بدل ما نعمل دوره تقل عن اللي قبليها احسن ناجلها، ده السبب يعني. مصري مهرجان السنه دي هيكمل ولا برضه السنه دي متوقف؟ لا لا ان شاء الله يعني لو كل حاجه مشيت زي ما احنا ماشيين دلوقتي كده يبقى ما يعني لازم تحصل مفاجاه سيئه اللي تخلينا ناجل، ولكن الموقف النهارده ان احنا هنعمله وكل حاجه ماشيه زي ما هي. وجود حضرتك معانا النهارده والاحتفال اللي احنا شايفينه بالميديا يعني بيرد على كلام كتير اتقال في الفتره الاخيره بعد التويته اني نزلها. طبعا شقيقك مهندس نحيل. انا كنت لسه هقول انا ما عنديش تويتر اصلا يعني، فما اعرفش انت بتتكلموا في ايه. اسالي بقى لجنه التحكيم. سلامها على حضرتك. طيب ايه اللي حصل؟ ابدا انا اتشنكلت ووقعت على صباعي اتكسر. 18 سنه من رعايه الثقافه، مؤسسة ساويرس للثقافة من أهم المؤسسات في مصر. دول يعني المؤسسة دي دورها اللي بتأدي في المجتمع المصري. أنت عارف الفكرة بتاعت الجوائز دي كانت من المرحومة شمس البارودي وشمس الاتريدي، بأسف شمس الاتريدي. وبعدين احنا بنتبنى أي فكرة كويسة، يعني مش شرط ان الواحد يعمل حاجه هو اللي فكر فيها. فتبنيناها اول سنه وهي اللي ساعدتنا حتى في التشكيل الاول وكده، والحمد لله هي رفعت من الجائزه دي شأنا لحد ما وصلت للي وصلت له النهارده.